الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال إلهي با محمد نسي عفواك انت كبير أنا معهم في مدرسة دار الحكمة مريد فرح هاي وحان إن شاء الله تعالى يليك في من دونا ruqaabka madrasada ay ku soo aasaasantay iyo ujeedooyinkii laga lahaa iyo waxa weeyaan waxyaalahan ku dhigno iyo insha allahu tacaala ila qeexi doona. Horta waxa weeye madrasatu daaru lxikma waxaan ku aasaasnay waxaan aasaasnay amaan furnayba waxa weeyihi taariikhdu markay marasay 2007 bishii sagaalaad 7 iyo 4
وحنا أهدافته أما وجودين كان كله هنا وحيد ما كان عرقني إن لقى حاجري أما لقيت حاجي كتاب كي الله سبحانه وتعالى برشدي سي دكي مركاسي وحويا هيا الدنيا قاضي أو يكوي عين ما دقي تبي ترى قرآن كي لا هي لا ضيعي ولا جت جاي قرآن كي لا هي لا ضيعي ولا جت جاي يا مكاسي قاصني هنا عن مكاسي وحويا بلدتك كسر علمنه أو أفرنا مدرسة وحوية لروح افتاية كلامك إلهي سبحانه وتعالى أو قرآنك تعصم مكاسي وحويا جهدي فربضان أباها صمر بضان أباها تلقات بضان أباها وحوية إلهي سبحانه وتعالى ونصر تقليه همرض يدي أما وجدد يدي تبدأ تنوان فرمي وحويا إلهي بأي مهدي أصبناتي ولسوب وحيي هما نضي أمو جديوين كي ينوان قادني تبدأ تنا وحان دكبرنا سلابورك كتالبا وكبرنا سنة صحيوانك وآه مدرسة دار الحكمة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وحويا قرآنك يا لفتوى رؤى قفوا قرآنك أيام برنا ونحفتي سينا وحويا يعني دوشك أخي كتابك ما أخي دوشك أخي وكقبح يا إن تاوحوا صراعة أس أسك وحويا وطلبات أس أسك يعني قفوا من قادة فهمه وحنا قرا وحنا مكاسي أخيو تاسنا وحنا وجود دالنا سنا القرآن كقفه وربح يسير لم يضعين وربحه هنجادة ويعني وقف في آخريو دبي تنقرا لو توسيو يعني هو الما هذا لو قرط صاخي وتلاح ما فهمي لكن سا الما هو نقرنا دبي تنا عنا جو فرق بنا ولو توسينا وحوي قابك حروف قرمصة أيام تصنع بترمك أو حويا سلاسة مركزه بيمنا يعني قاد نوال قد لنا يعني قف واحد وقف وقف هاي قف هاتو وحنا قرا وحنا أخي إني عمل كيك هلق وسمين إيه نور اللي بيرانا يوم مركز تاسي قاد بن قد لنا وانا كم مركز إلهي سبحانه وتعالى ونوافجي وانا نهرني مريهي وحوي أن كل بقنا أكلة وحوي أن قراء القرآن كدما يسي يأتيها مخاصر ما قراء عن دمائي قراء عن دمائي وحنو بقنا هنجادا نو بقنا دعاء نو بقنا وحن كل بقنا أكلة إملها أو كبحسن يعني لهنجادي وحوي قفا دون وحقرين لما صعصا إنها نوان قدقنا وحان قدقنا أوكالة وقف كان قرآن كوحويا رمين ما المعلمها قار كود إنا المحاضرة سينا ويعني قف هدو توجيهات هدان لغو عبورين وما المعلمها مركز حق والد كأولية لغا هدية ما المعلمها صلاة لغا هدية ما المعلمها لغا هدية حق انشارك وحق يسكليهين يعني موضوعية الإسلام كيك لدوان ما المعلمها وحبار الصينية قال القرآن كذا ما يسنا إن وحى ما القرآن كم رخي كذا ميان يواتي الله بحنا جددي يقول هنا للدون يجي إن القرآن كقف وحفتيه وقبته وإله سبحانه وتعالى إله كقبقه وحن تعرف ده قفقة وحن أبلونا ده علوم تي الشرع جاهي أكله إلى وصايش ما مركزي وحويا أساس كل ما ردم وخسر بحي لكتاب قوحويا حديثة 40 قبلونا عقيدة وحنقولنا بثول الثلاثان قبلونا فقه يانو بلونا وحا استيراد رسول صلى الله عليه وسلم أيابان قردنا
سناسا مركاسي ترتيب كاسا موسي ودنا وحوي ساسي وسعتها انتا سامركا ودقنا اخلاقيات كود كانا مركاسي وعلى دسا ودسان هربو سوشيغي كونا وعلى مدون وعلى سيا محاضرين كالدون ان هربو صوت المعلم وحنا لو داعي هذا وقف مركو مسلمي هاي الله سبحانه وتعالى كبقى يوم إن كد ذلك كتابك إلهي سبحانه وتعالى ويوم وكلام رب العالمين عليه نابوري عفمات كي نسيي إلهي سبحانه وتعالى نمعظ عن كسع النهي نسيي هذا الكيسيوي وإن الشرفنا أم وينينا وحل إنه ربها هي إن أم وينينا وانكر قادنا oo gubi kasta oo islaam ah kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxyaalo inuu iska dhaxyaaloon maahay waa in la akhriyaana laguna dhaqmaana iyalkeena ku tarbeedayna oo ku wanaajina si hadhow toolas iyo maahayna anfacaan akhriya duunba wayna anfacaya insha allah ta'ala hadiihan hagaajina wax weeye marka hore tarbiyadooda oo diinta gogol uga dhigno oo aas aas uga dhigno oo diinta faasiino إلهي سبحانه وتعالى إنه خسار ما يقول له الإيمانية مرقا وحوهي إن هم كد لنا عيال كينا إن هم مركاسي وحوهي برنو دينة إسلامك وقوه رأي كتابك إلهي سبحانه وتعالى إنه هم دي دي يعني ما دي هنا برطو ومركاسي وحوهي هينان ديدين ولو بهاي هاي ما دي قلت دي هذا انا اولياء كوين لصيه يعني وين لظهر مريا الى سبحانه وتعالى هذا الكيسه يا وحوي برشديسا يا كدق الكيسه وين لظهر مريا تامر كان هيلنا ان قعنت مدي كو قبسنا تي ما دينا قعنت بدل يا كو قبسنا oo markaasi ma wax weeyaan iska dheerayn mayno oo wax weeyi iyagana ma tuuranama marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in aan kula dadaalno ciyaalkeenna haddaan joogno dal iyo dibadba in ciyaalkeenna aas aas aan uga dhigno oo qofka aan ku fahansiino إلهي سبحانه وتعالى كتابك قفك فانسينا كتابك إلهي قفك حفظيا إنونا أدونك يا آخرة ربا مننا إنونا خسارة يقول لي بانيو تامر كان عير إنه نفتي نفانسينا عيال كينا نفانسينا أوريدي نفانسينا شعب كينا نفانسينا وولاك سنان يا آخرة دونا مركا سوحو يوال إيمان أنا سن هربو صوت المامي وحالا مارمانا هل بان اولا لها دالك مركاسي وحاويا قربها كنول يغو كرچوغا ميلا كلا جدسن اما قاردا كلا جدسن وحان لها دالك اسلام کا وليبا سي صومالي دا اني كد دالان المهوغا سيداي آخرية الدومبا أن فعادوا كان إلى هايين وحينا مركاسي هم كنت أبدالي من هذا الكوال على حيئة إن مركاسي عيال كوغا هاي ديسان حينا كان ديسان دين تا إسلام كا وايو وحي كنو ليهين بلد كدوان بلد كان كنو لنهاي أو بقول كيما بقول إسلام لكن سردك هاي كنو ليهين أما دركا صومالي دي هاي كنو ليهين وحويا وطنك يتوكتان عيالكين وحي قاضانيان اما حي افرديهم با إلي قاتان عيالك قارالي ساو قدقميان إلي قدقمان يمكاسي افرديهم با داما فعلها وحلو تصيو ساسوك وحن لاي إن مركاسي وحوي دينتا هبرتان أوليا عضان وحوية ميلاها خيراتك مراكز القرآنك وحوية مساجدك ميشا يعني مركز الدين تكسعوتو إن أتكبر بارسان أو قد اكتان عيالك يا ريال وحوية ماشي لغسو بربارين ايي وحوية قبطك إن المساجدك مدارس أو قد اكتان ويي هذه التاهد قد اكتان بدل كيغا حنبا إيمانسا
qofkii iskuul kun geyso aad ka soo celiso kolba basun saarto ilmahaagii wuxuu ku sugan yahay ma garan kartid. Waxaa loo soo dhigayaa diimo kala duwan, waxaa loo soo dhigayaa markaasi waxa weeyaan waxa weeye dhaqan kala duwan. Saa awgeed markaasi si ilmahaagii had ula socotid waa in had ku tarbiyadaysaa kalaamu rabbilcaalamiin allaha. markaasi caalamiinta rabbigooga kalaamkiisa waa inaan ku tarbiyadaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam siiradiisii waan unaan u akhiraa. oo markaasi waxa weeyaan ku tarbiyadaysaan qaabkuu noolaan jiray rasuulka sal allahu calayhi wasalam asxaabta un markaasi waxa weeyaan ugu sheegi jiray asxaabtu qaabkay u noolayd. yacni eeg siiradii rasuulka sal allahu calayhi wasalam qofku waa in looga sheekeeyaa ood uga sheekaysaan maadaama aad ku dhex nooshiin markaasi dad gaala innagoo u baahan dhammaanteenba in markaasi aan uga sheekayno. haddaan si gaar ahaaneed waxa u baahan markaasi waxa weeyaan dadka dibadda ku nool. markaa waxaa laynaga baahanya walaalayaal si ubadkiinu inii anfaco waa aakhira rasuulka sal allahu calayhi wasalam xadiiska waxaad garanaysaan qofku markuu dhinto waxaa markaasi sadaqatu jaariya waxa u ah uu rasuulku ku daray walad saalix yacni qof fiican oo dhasho ood tarbiyadaysay ood wanaajisay markaad dhimato aakhira ku soo duceeyey waa sadaqa kuu soconaysaa oo waxa weeyaan marnaba han kaa go-ay. waxaana ugu fiican oo ugu wanaagsan dad in la tarbiyadeeyo la toosiyo oo la hagaajiyo oo dariiqa mustaqiimka lagu rido oo kii ilaahay subxaanahu wa tacaala u baahnaa la tuso taasaa ugu fiican if iyo aakhirana han ku badbaadanaa. waayo su-aal baa inaga dambaysa ummadka iska dhawn laynama odhan iska sii daayo dhala laakiinse waxa weeyaan tarbiyadeeya kuna tarbiyadeeya diinta islaamka tay layni weydiinaya waa taa layna odhan maayo aakhiro waxa weeyaan waa ingiriish ama fisigis ama kimistari ama xisaab ma soo bartay. laakiinse waxaa oganaya diinta ilaahay muxuu ka garan ma bartay ma ku toosisay salaada ma fari jirtay xaaraanta markaasi waxa weeyaan reebi jirtay wanaag iyo sadaqaadka in la bixiyo ma fari jirtay. oo qofku waxa loo baahan yahay sadaqaadka inuu barto ilmihiisana baro ha haddaad aad u qacan xidhan tahay ilmahaagiina waxbiixaad leedahay waxba bixinayo laakiinse iyagoo ku arkaya markaasaa u bixiso berina aabbaha iyo hooyaday waxba bixin jireene annoo waan bixinayaa bu odhaya meelaha khayraadka inaad markaasi aan ku tababarno yaa loo baahan yahay. walaalayaal waxaan nigu dardaarmayaa horta dhammaanteed markaasi waxa weeyaan ana nigu dheereeyey ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa waxa weeya meel kastoon joogno inaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baqno han ku toosnaano han markaasi amarkiisa qaadano weliba salaadana han ilaalinno. oo markaasi waxa weeyaan haynaantu kanu laba salaadood ama saddex salaadoode shanta ilaahay subxaanahu watacaala inagu farayeelayba inaan ka soo baxno. waayo rasuulku sal allahu calayhi wasalam waa kii lahaa waxa weeyaan markaa wax qofku dhinto ee amalkiisa la xisaaminayo waxa ugu horeeya ee qofka la xisaabiya waa maxay waa salaa. salaadaadu hadday hagaagto oo fiicnaato camalka intiisa kalena u fiicnaanayaa, salaadaadu hadday xumaatana camalka intiisa kale u xumaanayaa. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga badbaadiyo, ilaahay xaqa hayna karansiiyo, ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa mustaqiimka ilaahay baa yaqaana ilaahay nagu rido. waakhiru dacwaana alxamdulilah.